FM. الكلمة ليك. علاش خلينا برشا جماهير تنظر ليه من شندول في حاجة خايف كما نقوله بنظرة خايبة، وشو اللي خلى حتى الناس اللي من قبل يعتديوا عليه من شندول؟ هو أنا نقول اللي بعض الإعلاميين الغير نزيهين مع احترامي للناس الشرفاء، للناس اللي محايدين اللي يقولوا في كلمة الحق، أما فما أشباه إعلاميين اللي يلزمهم. أنا رأيي الشخصي اليوم إذا كان باش نوجه نداء للسيد رئيس الجمهورية هو الوقوف اتجاه الإعلاميين هذوما اللي بثوا في التفرقة واللي قاعدين يحكيوا بنعارات جهوية في الحصص التلفزية الرياضية متاعهم. هذوما يلزمهم يقاطعوا كرة القدم التونسية باش نجموا نتقدموا. الواحد يوصل في فترة معينة ثم ضغط معاش ينجم يتحمله. معناتها نشوف الأحداث اللي صارت بعد المقابلة، وأنا معناتها بالعكس أنا حتى كيجيوني مسؤولي لندية في بن قردان وديما نأكد يعني على المباشر ونتحدى أي مسؤول يقول مشيت لبن قردان ومش حسن الضيافة من عندي من شندول ومن عند كافة الهيئة المديرة متاع اتحاد بن قردان. معناتها نستقبل ضيوفنا بكذا، وهذا واجبنا وهذا اللي تربينا عليه في ديارنا. معناتها اليوم الكرة اللي ولات بالعنف ولات بالاعتداءات، الواحد يرتاح نتصور خير يزيد يخمم بالقداء، وإذا كان لقينا ثم حاجة باش تصلح كورتنا ينجم الواحد يخمم باش يرجع لجمعيته إن شاء الله. أي من معناها هل القرار هذا نهائي ولا فما رجعة في القرار نتاعك؟ شوف أي من حتى كي الثقيل من اتحاد بن قردان ما ينجمش يكون بعيد على العائلة الموسعة نتاع اتحاد بن قردان وما ينجمش يكون بعيد على الفريق، أما كمسؤول يمكن أول على الفريق ما عادش النجم يكون موجود، اما سيكيوسير اللي راني موجود بكل ما اوتيت من قوه مع فريقي باش يكون اكيد جدا حتى في الخفاء موجود، هذا ما في شك، هذا واجب تجاه جمعيتي. انا حتى نحكي تو ان شاء الله مع الاولاد اللي موجودين قلت لهم نخدموا على رواحنا ونحضروا جمعيتنا ماذا بينا قبل العيد تكون في جلسه عامه باش يكون الرئيس الجديد ان شاء الله، خاطر حتى في منجي قدم استقالته رسميا، يكون الرئيس الجديد ان شاء الله باش يلقى منا كل الدعم وباش نبنيو جمعية جديدة بقدرة الله أكيد، باش نجدوا عقود الملاعبية القدم أكيد، وباش نعملوا جمعية جديدة، هذا واجبنا تجاه جمعيتنا، وإن شاء الله بإذن الله باش نعملوا وباش نخدموا باش نشوفوا إن شاء الله اتحاد بن قردان بوجه باهي شبيه بالفريق نتاع الموسم الفارط اللي حقق نتائج كبيرة. الكلمة ليك.